في القسم الأخير من المحاضرة سنقوم بتنفيذ مثال تطبيقي عن مناطق الخدمة. وحساب مناطق الخدمة يعني إنشاء مجموعة من المضلعات تبين المسافة التي يمكن من خلالها الوصول إلى منشأة معينة في وقت محدد. ليتبين هذا الكلام بشكل أوضح، نقوم بإضافة أو فتح التمرين السادس من أوبن في نفس المكان في Network Analyst GIS Tutorial Network Analyst والتمرين السادس. نقوم بفتح الخريطة. الخريطة التالية تبين لنا مدينة باريس، ويوجد فيها مجموعة من المخازن Stores أو المتاجر، بالإضافة إلى مجموعة من المستودعات وعددها 6 مستودعات. والشوارع في هذه المنطقة كلها موجودة، إذن الشبكة مبنية. من Network Analyst نقوم بإضافة منطقة خدمة New Service Area، فنلاحظ مباشرة كما كان في التمرين السابق عند تشكيل أو بناء أسرع طريق، تم إضافة مجموعة من البنود في الـ Network Analyst Window وفي الـ Table of Content، وفي البداية تكون كلها فارغة. الهدف من التمرين هو أن كل مستودع يجب أن يقوم بتخدين مجموعة من المتاجر، يجب أن يكون بإمكانه نقل البضائع إلى مجموعة من المخازن أو مجموعة من المتاجر، ولكن خلال فاصل زمني محدد. أي يجب أن نعرف ما هي المتاجر التي يقوم بتخديمها كل مستودع، وذلك بعد ضبط مجموعة طبعا من البارامترات لمناطق الخدمة. نقوم فقط باستخدام الزر سولف، فتنشأ لدينا سلسلة من المضلعات حول كل مستودع خلال فواصل زمنية نحن من يحددها تبعا للطلب. بعد أن نقوم بإيجاد سلسلة المضلعات هذه، يجب أن نقوم بدراسة الحل. هل الحل مرضي؟ هل هو ملائم؟ هل كل المخازن يمكن لهذه المستودعات تخديمها ضمن فترات زمنية التي تم تحديدها أم لا؟ وإن كان الجواب لا، فما الحل الأمثل لذلك؟ كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ إذا نبدأ أولا بإضافة المنشآت التي سيتم تشكيل مضلعات الخدمة حولها من Facilities، كليك يمين و Load Locations. المنشآت ستكون هي المستودعات Warehouses. حول المستودعات سيتم تشكيل وبناء المضلعات الخدمة. أوكي. بهذا الشكل يتم إضافة المستودعات كمنشآت سيتم حولها إنشاء مضلعات الخدمة. لكن قبل أن نقوم بإنشاء هذه المضلعات من Solve، نضبط بعض الإعدادات من Service Area Properties. في تطبيق إيجاد الطريق الأمثل تم طبعا شرح هذه الإعدادات. العائق الإمبيدنس هو Drive Time، ونحن سنقوم بتشكيل سلسلة من المضلعات هي عبارة عن 3 مضلعات حول كل مستودع. المضلع الأول خلال 3 دقائق، المضلع الثاني 6، الأخير 10 دقائق. بالنسبة للاتجاه لتشكيل المضلعات سيكون away from facility، U-turns متاح، ignore invalid location كما هو سبق وذكرنا بالنسبة لتطبيق المسار الأمثل، وسنفعل one way. في تاب polygon generation نختار طريقة أو شكل هذه المضلعات، سنبقى على خيار overlapping لكن لا نريد عمل أي اقتطاع من هذه المضلعات. ومن line generation نتأكد أنه لن يتم تشكيل أي خطوط فنحن لسنا بحاجة لها. أوكي. ثم
solve. تتشكل مضلعات الخدمة بالشكل التالي. الآن السؤال هو: هل كل المستودعات تخدم كل المخازن، أم يوجد مخازن لا تستطيع المستودعات الوصول إليها خلال الفترات الزمنية المحددة؟ للإجابة عن هذا السؤال بشكل بسيط، يتبين لدينا من الشكل أن المضلعات الموجودة، عفوا المخازن الموجودة في منتصف المدينة، لا يوجد أبدا أي مضلعات خدمة يمكن من خلالها الوصول إليها. لكن لا نريد فقط تحديد هذه المخازن بالنظر، نريد أن يقوم أركما بتحديد هذه المخازن. إذا نريد أن نعرف كل المخازن خارج مضلعات الخدمة، أو عدد المخازن التي تقع خارج مضلعات الخدمة. للإجابة عن هذا السؤال، خصوصا أنه قد تكون هذه الأعداد أعداد كبيرة، ليست كما هي الحالة المبينة فقط مجموعة قليلة من المخازن، من Selection Select by Location نريد اختيار المخازن التي تقع ضمن المضلعات. بوليجون، وطبعا تحديد العلاقة يكون من هنا. Are completely within the source layer feature. The source layer هي polygons. Apply. فتتحدد كل المخازن التي تقع ضمن مضلعات الخدمة. بالتالي بشكل بسيط، بعكس الاختيار، نحصل على المخازن التي تقع خارج مضلعات الخدمة. من الـ Attribute Table و Open Attribute Table لطبعا المخازن، نختار Switch Selection. إذا لدينا 8 مخازن لا تقع ضمن مضلعات الخدمة. بهذا الشكل تم تحديد هذه المخازن. بالتالي ما الحل؟ كيف يمكن جعل هذه المخازن تقع ضمن مضلعات خدمة؟ يمكننا بشكل بسيط تغيير مكان أي مستودع، وإعادة الحل، إعادة حساب مضلعات الخدمة، لنرى إن كان أصبح هذا الأمر محلول أم لا. بالتالي من أداة التحريك سنقوم باختيار هذا المستودع الذي لا يخدم أي مخزن، ونقوم بتحريك المستودع مثلا إلى هنا، ونعيد الحل. لنتأكد من أن المستودعات كلها أصبحت تخدم كل أيضا المخازن. أوكي، نلاحظ بالنظر مباشرة أن هذا المخزن لا يزال خارج الخدمة، فأيضا كليك على المستودع هذا، ممكن مساحته قليلة فقط في هذا الاتجاه، ثم صور مجددا. في هذا الشكل، ونتأكد أيضا نجد إذا كان، إذا كل المستودعات أصبحت تخدم كل المخازن. الآن نريد أن نعرف، ليكن هذا طلبا إضافيا، نريد أن نعرف كل مخزن ضمن أي مضلع خدمة يوجد. بالتالي كيف سيتم ربط هذين أو هاتين المعلومتين مع بعضهما البعض؟ إذا
في الـ Attribute Table للـ Stores يجب أن يكون بجانب كل ستور ما هو مضلع الخدمة الذي يقع ضمنه. العملية التي نريدها عمليا هي عملية ربط، عملية Join، لكن هذا الربط ليس كعمليات الربط سابقة الذكر، وإنما سيتم الربط بناء على المكان. إذا من Stores Join، ولكن Join اعتمادا على مكان المخزن. إذا Join Data from another layer based on special location، ونقوم بتحديد الطبقة التي نريد للمخازن أن ترتبط معها جدوليا وتبعا للمكان، وهي طبقة Polygons، طبقة مضلعات الخدمة. طبعا الخيار الذي نريده أنها تقع ضمن مضلعات الخدمة بشكل كامل. أوكي، مكان التخزين سيكون للمكان الذي نريد أيضا تحديده، فليكن في نفس مكان الداتا الموجودة لدينا في GIS Turbo، في GIS Tutorial، في Network Analyst، وفي Exercise 6. Save. أوكي. بعد إنشاء الربط المكاني نلاحظ إضافة طبقة الربط بشكل أوتوماتيكي إلى الـ Table of Content. نقوم بتكبير فقط الرمز بحيث يصبح أكثر ظهورا مثلا. إذا مكان كل ستور يوجد نقطة تدل على طبقة ربط مكاني تم إنشاؤها. بفتح الـ Attribute Table للـ Stores نلاحظ مجموعة من الأعمدة لا يوجد فيها عمود هام سوى عمود الاسم، ما تبقى هي للاي دي أو لكل ستور وشكل ستور فقط. بينما بالجوين أوتبوت فتح الاتريبيوت تابل نلاحظ نفس أعمدة ستورز بالإضافة إلى كل ما يتعلق ببيانات البوليكونز الخاصة بكل متجر. إذا أردنا تصدير هذه الفاسيليتيز كشيب فايل فإن هذا الطلب طلب مكرر، لكن يجب الانتباه له بشكل كبير لأن هذا الطلب يتكرر كثيرا في الأسئلة الامتحانية. إذا أردت تصدير طبقة بشكل شيب فايل كليك يمين على هذه الطبقة و Export Data سواء كان من Network Analyst Window أو من Table of يمين. كليك يمين على Facilities و من Data Export Data كل السمات نريد طبعا تصديرها وضمن السورس لهذه اللاير و أوكي. هل تريد إضافة هذه الطبقة إلى الخريطة؟ نعم. إذا أصبحت المنشآت أيضا بشكل طبقة نقطية ويمكن استدعاؤها متى نشاء. بهذا الشكل يكون انتهى التطبيق الثاني وانتهت المحاضرة. بالتوفيق للجميع.